لما التقى خميس الخنجر بوزير الخارجيه الايراني طلع يحكي بصحيح الصدر على الموضوع. يعني بامكانك والناس تخيلت والناس تخيلت ان هم بعد يومين راجعين للجرف خلاص انتهى الموضوع. واهم من يعتقد انه الـ ممكن لاخر غير عراقي ان ينطيه صفه هو لا يملكها. هل مسموح لنا انه احنا نتحدث في ايران عن مناطق بالاحواز ومناطق الجوار العراقي؟ يعني الجوار ما بين ايران والعراق اكو مناطق عشائر عربيه موجوده هناك. هل مسموح لنا الحديث في ايران او مسموح لنا الحديث في دوله اخرى عن قوميات او عن افراد او عن مشاكل داخليه عندهم؟ كيف البعض يسمح لنفسه ان يملك الاخرين او ينصب الاخرين كملوك لمناطق هي مناطق عراقيه وعاديتها عراقيه، والحديث يجب ان يكون داخل الشان العراقي. ممكن اكو افراد تربطهم مصالح مع ايران، وممكن اكو جهات تربطها خط مع ايران، ولكن حتى نحفظ على اقل تقدير المسميات الوطنيه اللي المفروض نؤمن بها والمفروض نعتقد بها، حتى وان كان الحديث مع الاخر فلا نتحدث به، يجب ان يكون الحديث مع العراقيين والمعنيين بالشان.